بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مرة ثانية مع درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. النهاردة معانا درس جديد من سلسلة المقارنات. سلسلة المقارنات اللي احنا قلنا في هذه السلسلة سوف نقوم بعمل المقارنة بين جميع الإشارات المتشابهة. أي إشارتين اتنين فيهم وجه تشابه هنجمعهم مع بعض ونجمع كل الأسئلة سواء الصح أو الأسئلة الغير صحيحة ونتكلم على هذه الإشارة. وفي نهاية السلسلة إن شاء الله هيكون قدام حضرتك الكتاب مفصل جزء جزء. هنشوف النهاردة إن شاء الله اخترنا لكم الإشارة اللي معانا النهاردة. هنشوف اخترنا لكم إيه؟ اخترنا لكم الإشارة اللي معانا النهاردة. أهي دي الإشارة اللي معانا النهاردة. برافيزو ديريسيوني أوبليجاتوريو أديسترا أو أسانيسترا. برافيزو دي ديريسيوني أوبليجاتوريو أديسترا أسانيسترا. اتجاه إجباري على اليمين أو على الشمال. يبقى النهارده الإشارة اللي معانا برافيزو دي ديريسيوني اوبليجاتوريو اديسترا أو برافيزو دي ديريسيوني اوبليجاتوريو اسينيسترا. اتجاه إجباري على اليمين أو اتجاه إجباري على الشمال زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم في الصورة. عند هنا الاتنين همت شكل بعض، الإشارتين الاتنين شكل بعض، إزاي أقدر أفرق بينهم؟ الاختلاف اللي بين الإشارتين إن في سهم ناحية اليمين وفي السهم الآخر متجه ناحية الشمال. يبقى في عندي هنا برافيزو دي ديريسيوني أوبليجاتوريو ديسترا اللي هو على الشمال اللي معايا ده في اتجاه السهم ده، والتاني برافيزو دي ديريسيوني أوبليجاتوريو أديسترا. يبقى في هنا معايا ديسترا وفي عندي سينيسترا. الاتنين قدام حضرتك شكل بعض، الاختلاف بس في الاتجاه، واحد متجه ناحية الشمال وواحد متجه ناحية اليمين. هنشوف مع بعض واحد واحد على حدة. في البداية الإشارة دهيت أو البانيل الانتجراتيف دهوت بيكون مصحوب أو ممكن يكون مصحوب مع برافيزو دي ديريسيوني أوبليجاتوريو أديسترا أو برافيزو دي ديريسيوني أوبليجاتوريو أسينيسترا. يبقى بانيل انتجراتيف اللي هو 320 متر او 3.8 كيلو متر 3 كيلو 800، ممكن واحد من الاثنين الا او البي يكون مصحوب او موجود بجوار البرافيزو دي ديريسيوني اوبليجاتوريو سواء كان ديسترا او سينسترا. تاخد بالك من العلامه او البانيل انتجراتيف اللوحات الاضافيه دهيت، وخصوصا اللوحه الاضافيه اللي هي فيها 320 متر وفيها 3.8 كيلو متر ديت ممكن تكون موجودة بجوار الإشارة بتاعت برافيزو دي ديريسيوني أوبليجاتوريو سواء كان ديسترا أو سينيسترا. ندخل بقى في أول إشارة من الإشارتين اللي معانا، برافيزو دي ديريسيوني أوبليجاتوريو أديسترا اتجاه إجباري على اليمين. اتجاه إجباري على اليمين اللي هو نو اللي هو ده، ده اتجاه إجباري ناحية اليمين. خد بالك من اتجاه السهم، سهم هو منحنى، سهم منحني ناحية ايه؟ ناحية اليمين. خد بالك من السهم ده قوي لان في اسهم تانية متجهة ناحية اليمين بس ما فيش فيها الانحناء ده يا جماعة. فرق بين السهم اللي فيه المنحنى ده هو انحناء شوية وفين السهم برضو اللي متجه ناحية اليمين ولكن بدون انحناء. النهارده هناخد اشارتين ده هم بس، ركز فيهم معايا ونشوف ايه الكلام اللي موجود على الاشارتين الاتنين. طيب ادي المنحنى اللي على البرافيزو دي ديريسيوني اوبليجاتوريو اديسترا اللي معانا اهوت، وادي بيبقى متواجد اهوت يا جماعه اماكن تواجده اهوت. هناخد الكلام ده كله دلوقتي مع بعض، انا بس هوريك شكل الاشاره وموضوعها على الطبيعه. ده برافيزو دي ديريسيوني اوبليجاتوريو اسينيسترا اتجاه اجباري على اليسار، اهو الصوره قدام حضرتك اهوت اتجاه اجباري على اليسار. ده بالنسبه للبرافيزو دي اوبليجاتوريو
اسينيسترا ناحية الشمال اهوت، وموضع تواجده على الطبيعة. ماشي كده، نشوف مع بعض بقى التفاصيل بتاعت الإشارتين الاتنين، سواء كان برافيزو اديسترا او برافيزو اسينيسترا. اول حاجة نعرفها عن الإشارتين ده هم ان دولت الدايرتين اللي هم الخلفية بتاعتها بتكون زرقاء وفيها السهم او فيها الاجبار اللي موجود، نعرف ان دولت اشارتين من اشارات الاجبار، سينيالي دي اوبليج، اشارة اجبار سينيالي دي اوبليج. طيب سينيالي دي اوبليجو، او ممكن نسميها برضو سينيالي دي بريسكريسيوني. ليه؟ لان احنا قلنا سينيالي دي بريسكريسيوني بيندرج تحته ثلاث انواع من الاشارات، سينيالي دي بريتشيدنسا نمره واحد احقيه الاسبقيه او اسبقيه المرور، سينيالي دي بريتشيدنسا، سينيالي دي اوبليجو اشارات الاجبار، سينيالي دي فيتو اشارات المانع. الثلاثه دولت مع بعضهم مكونين سلسله اسمها سينيالي دي بريسكريسيوني اشارات التدارج. طيب هنتكلم عن الاشارتين على اساس ان هم اشاره واحده، الفرق بس هيكون ده ناحيه اليمين او ده ناحيه الشمال، عشان يبقى نفس الكلام هيبقى موحد، ولكن الاختلاف هيكون في اتجاه الاجبار سواء كان اليمين او سواء كان شمال. يبقى اون سينيالي دي بريسكريسيوني اوبليجو، يبقى السينيال ده لما يجي يقول لك السينيال ريفوجراتو اون سينيال دي اوبليجو هتقول له فيرو، السينيال ريفوجراتو اون سينيال دي بريسكريسيوني هتقول له فيرو. تمام، السينيال ده انديكا كي لا اونيكو ديريسيوني كونسنتيتو، الاتجاه الوحيد المسموح به، اونيكو ديريسيوني كونسنتيتو لابروسومون كروتشو اديسترا، لابروسومون كروتشو اديسترا اللي هو الاولاني ده، ده الاتجاه الوحيد اللي مسموح به ناحيه اليمين، اونيكو ديريسيوني كونسنتيتو لابروسومون كروتشو اديسترا. تمام، التاني برضو نفس الحوار بالظبط، اونيكو ديريسيوني كونسنتيتو لابروسومون كروتشو اسينيسترا. عرفت الفرق فين؟ ده اديسترا اونيكو ديريسيوني كونسنتيتو اديسترا، وده اونيكو ديريسيوني كونسنتيتو اسينيسترا. بريتشيدري اون سينيالي دي ديريسيوني اوبليجاتوريو اديسترا، اون سينيالي اوبليجاتوريو اديسترا، الثاني اون سينيالي اوبليجاتوريو اسينيسترا، اون سينيالي اوبليجاتوريو اديسترا عفوا اديسترا، اون سينيالي اوبليجاتوريو اسينيسترا. طيب quando posto prima di una incrocio dove non consentito svoltare a sinistra andare diritto. يبقى دهوت الاتجاه اللي معايا الاولاني دهوت يا جماعه indica non consentito svoltare a sinistra او andare diritto، الاتجاه دهوت لا يسمح لك، الاشاره الاولانيه اللي هي برافيزو دي ديريسيوني اوبليجاتوريو اديسترا نون كونسنتيتو اسفولتاري سينيسترا، ما بيسمحش لك انك تنعطف ناحيه اليسار، وكمان بير انداري دريتو انك تطلع او تستمر في نفس الاتجاه. بالنسبه للثاني نون كونسنتيتو اسفولتاري اديسترا او انداري دريتو، يبقى الثاني ده هو ما بيسمحش لك انك تنعطف يمينا، وفي نفس الوقت ما بيسمحش لك انك تستمر في نفس الاتجاه. تمام، يبقى ده الفرق بين الاشارتين الاثنين، برافيزو دي اوبليجاتوريو اديسترا او برافيزو دو اوبليجاتوريو اسينيسترا. الحاجه الاخرانيه بيو اسري انتجراتو كون بانيلي كي انديكا لا ديستانسا دلينكروتشو، يبقى زي ما انا قلت لك ان ممكن الاشارتين ده هم يجوا معاهم البانيل انتجراتيف اللي هو 320 متر او 3.8 كيلو متر، ممكن الاشارتين اللي هم اللوحات الاضافيه ده هم بيعرفوك المسافه الباقيه على الوصول الى هذا
الانعطاف سواء كان يمينا او يسارا. قدامك 320 متر، دي المسافه يا جماعه 320 متر على ما توصل عند المنحنى اللي على اليمين او التقاطع اللي على اليمين او التقاطع اللي على الشمال، او قدامك 3.8 كيلو متر على ما توصل عند الاشاره اللي فيها الانعطاف ناحيه اليمين او الانعطاف ناحيه اليسار. يبقى هنا البونت كي فالي الاوبليجو، يبقى هنا الاستانسه دهيت اللي بتتحط دهيت او اللوحه الاضافيه دهيت بتعرفك البدايه او المنطقه اللي هيبدا عندها الاجبار، لازم أن تنعطف يمينا او لازم أن تنعطف يسارا حسب اتجاه السهم اللي معانا. ده اللي معايا ده ديراسيوني اوبليجاتوريو اديسترا، ديراسيوني اوبليجاتوريو اسينسترا، يبقى عباره عن اشاره اجبار تعني انه على بضعه امتار يجب الانعطاف يمينا. وخد بالك ان الانعطاف مش على طول ثبته، الانعطاف ما هو ثبته على طول، لازم تنعطف اول ما تظهر الاشاره. الانعطاف يجب الانعطاف يمينا وليس حاليا، يعني مش على طول هتنعطف، لا بيدي لك الاول قبلها اللي هي اللوحه الاضافيه بتظهر لك اللافتات الاضافيه بتعرفك ان هو على بعد 3 كيلو في انعطاف على اليمين اجباري، او على بعد 3.320 متر في انعطاف على اليسار اجباري. مش على طول فورا بنعطف على طول، لا بيدي لك برافيزو قبلها انك هتنعطف على بعد او على مسافه الفلانيه. الاشاره بتمنع مواصله السير في نفس الاتجاه، الاشاره ديت او سواء الاشاره ديت بتمنع مواصله السير في نفس الاتجاه. بالنسبة للإشارة اللي هي معايا دهيت على السهم دلوقتي بتمنع مواصلة السير في نفس الاتجاه أو الانعطاف يسارا، دي بتمنع مواصلة السير في نفس الاتجاه أو الانعطاف يمينا. يعني الاثنين بيقولوا لك عبارة عن الاتجاه اونيكوديريسيوني كونسنتيتو، الاتجاه الوحيد المسموح به. وهي عبارة عن إشارة إجبار ممكن تكون مصحوبة زي ما قلت لك ببانيلي انتجراتيف، وبتعرفك البونت تي كوا فالي للأوبليجو اللي هي 320 متر أو 3.8 كيلو متر. ده بالنسبة لجميع الكلام اللي خاص بسينيالي أو برافيزو دي ديرستينو أوبليجاتوريو سينسترا أو ديسترا. ندخل بقى على طول على الشرح، على عفوا على الاسئله، ونشوف الاسئله على الجزئيات ديت بتبقى جايه بالشكل ده. نشوف مع بعض الاسئله اللي متواجده على هذه الجزئيه وبتبقى ازاي. انا جمعت زي ما قلت لحضرتك الاسئله كلها في ملف، وان شاء الله زي ما احنا تعودنا هنرفع لك الملف على جروب الرخصة الإيطالية على الفيسبوك، برضو يبقى تحت ايدك تقدر تستعين بيه وهيفيدك كتير، لان اي سؤال هتلتقاه جاي على الجزء ده ان شاء الله هيبقى موجود معاك وبين ايديك تقدر تطلع عليه وتعرف اذا كان زيرو ولا فالسو. ندخل بقى على طول على الاسئلة اللي معانا ونشوف ازاي هنقدر نتعامل معاها وهنقدر نحل الاسئله. اول سؤال معايا، وخد بالك زي ما انا عودتك في كل مره انك دايما تاخد او تحط عينك على الصوره لو السؤال كان فيه الصوره. هتقول لي ليه؟ اقول لك لان حل الاسئله بيكون في الصوره، حل الاسئله بيكون في الصوره. السينيال رفوجراتو اون سينيال برافيزو دي اوبليجو ديسفولتا اديسترا، ديسفولتاري اديسترا. هنا يا جماعه السهم ده اسفولتاري اديسترا ولا سينسترا؟ اول حاجه عشان تعرف تقدر تربط الكلام مع بعضه، هنا الاتجاه برافيزو اوبليجاتوريو اديسترا، الانعطاف يمينا اهو، هنا اسفولتاري اديسترا تعلم الاشاره الممثله عن اجباريه الانعطاف ناحيه اليمين. على طول هنقول له ايه؟ فيرو. نقول له يا جماعه فيرو، يبقى اربط الكلام بالصوره اللي موجوده. ده اتجاه اجباري على انعطاف اجباري على اليمين، اقول له فيرو. اللي بعد كده عندي السؤال رقم 2، السينيال رفوجراتو برونوتشا كي نون كونسنتيتو برسيجويري دريتو او اسفولتاري اسينسترا. ركز معايا، تعلم الاشاره المسبقه، تعلم الاشاره عن منع مواصله السير في نفس الاتجاه او الانعطاف يسارا.
تمنع الإشارة مواصلة السير في نفس الاتجاه أو الانعطاف يسار. أنا قلت الإشارتين الاتنين بيمنعوا مواصلة السير في نفس الاتجاه سواء كان برافيزو دي أوبليجاتوريو أديسترا أو سينسترا، ولكن الاختلاف فيه ده برافيزو أوبليجاتوريو إيه أديسترا. يبقى هنا اللي هو على برافيزو دي أديسترا اللي هو على اليمين ده يا جماعة بيمنع إنك تنعطف شمال، يبقى ده بيمنع انك تنعطف شمال يسار او تواصل السير في نفس الاتجاه اهو. برسيجويري دريتو مواصلة السير في نفس الاتجاه، اوز فولتاري سينسترا ما بيخلكش تحود ناحية اليمين او تحود ناحية الشمال، انعطاف ناحية الشمال، يبقى على طول هنقول له فيرو. ده اللي هو ناحية اليمين الديريسيون اللي ناحية اليمين ده بيمنعك من حاجتين، انك تستمر في نفس الاتجاه او انك تنعطف ناحية اليسار. احفظها كده اهو، ديريسيون دو اوبليجاتوريو اديسترا نون كونسنتيتو بيرسيجويري دريتو نون كونسنتيتو بيرز اس فولتاري اسينسترا. تمام كده تبقى واضحة. ندخل على السؤال رقم 3، السينيال رفجراتو برشيدري ان كروتشو يكون اوبليجو ديسفولتا اديسترو اسفولتاري اديسترو. الاوبليجو ديسفولتاري اديسترا تسبق الاشاره الممثله التقاطعات وتفرض عليك الانعطاف يمينا. خد بالك برضو النقطه ديت مهمه قوي قوي، وزي ما قلت لك النقطه دي بالذات تاخد بالك منها، اللي هي ايه؟ ان الاشاره ديت يا جماعه، اسال سؤال، الاشاره دي سواء كان برافيزو دي اوبليجاتوريو اديسترا او سينسترا بتتواجد قبل الانكروتشو ولا بعد الانكروتشو؟ مين يقدر يقول لي الاشاره ديت موجوده قبل التقاطع ولا بعد التقاطع؟ ها الحته ديت مهمه جدا وبتوقع ناس كتير في الاسئله، بريمان كروتشو او دوبون انكروتشو؟ لا، الاشاره ده هي بتبقى موجوده قبل التقاطع، قبل التقاطع. يبقى انسينيال ريفيجراتو برشيدري اون انكروتشو كون اوبلوجو دي اس فولتاري اديسترا، يبقى الاشاره بتسبق التقاطع وبتفرض عليك الانعطاف يمينا، اقول له فيرو. يبقى ديت موجوده قبل ايه؟ قبل التقاطع. بريتشيدر انكروتشو، بريتشيدر انكروتشو يعني قبل التقاطع او بتسبق التقاطع، ما تقولش بعد التقاطع، لا قبل التقاطع، يبقى فيرو. ندخل على السؤال رقم 4، السينيال ريفيجراتو برونوتشا انكروتشو او اوفي نون اي كونسنتيتو برسيجويري دريتو، تعلم الاشاره الممثله عن تقاطع يمنع فيه الانعطاف، ممنوع نون كونسنتيتو. خد بالك من كلمه نون كونسنتيتو، لان لو كان ما فيش كلمه نون ديت تغير السؤال على طول. نون كونسنتيتو برسيجويري دريتو لا تسمح لك الاشاره بالانعطاف ناحيه بالاستمرار في نفس الاتجاه. نون كونسنتيتو برسيجويري دريتو لا تسمح لك الاشاره بالاستمرار في نفس الاتجاه، يبقى هنقول له ايه؟ فيرو. نقول له يا جماعه فيرو، تعلم الاشاره الممثله انه لا يمكن او لا تسمح لك الاشاره بمواصله السير في نفس الاتجاه، يبقى فيرو. يبقى يجب عليك انك تنعطف ناحيه ايه؟ ناحيه اليمين، فيرو. يبقى نون كونسنتيتو برسيجويري دريتو، ايوه نون كونسنتيتو برسيجويري دريتو لا تسمح لك بالاستمرار في نفس الاتجاه سواء كان سواء كان الاشاره ديت اللي هي على اليمين او على اليسار، الاثنين ما بيسمحوش انك تنعطف ناحيه او انك تستمر في نفس الاتجاه. ندخل على السؤال رقم 5، السينيال ريفوجراتو برونوتشا كي نون كونسنتيتو جيراري اسينسترا، برضو الاشاره ديت لا تسمح لك الاشاره الممثله عن الانعطاف يسارا. نون كونسنتيتو جيراري اسينسترا، ايوه نون كونسنتيتو جيراري ديسترا انكن نون كونسنتيتو برسيجوري دريتو، اقول له فيرو. هنا الاتجاه ناحية اليمين ومش ناحية الشمال، يبقى هنا نون كونسنتيتو ما بتسمحش انك تدخل على الشمال، ايوه ما بتسمحش ان ادخل على الشمال، بتسمح لي بس انني ادخل او انعطف ناحية اليمين، يبقى فيرو. بعد كده عند السؤال الرقم 6، السينيال رفجراتو اون سينيال دي بريسكريسيوني، طبعا يا جماعة الحتة ديت طبعا دي السؤال الطبيعي او السؤال البدائي
او الاساسي على الجزئيه دي كلها. اي سينيالي من السينيالي دي اوبليجو، اي سينيالي من السينيالي دي اوبليجو، الاوبليجو اللي هو ايه؟ الدوائر اللي خلفيتها بتكون زرقاء بلو. يبقى لما يجي يقول لي ايه السينيالي فيجراتو اون سينيالي دي بريسكريسيوني، اقول له فيرو، لان كل الاوبليجو بريسكريسيوني اقول له فيرو. الاشاره عباره عن اشاره تدرج فيرو. رقم 7، السينيال الرفجراتو بلونوتشا اونيكو ديريسيوني كونسنتيتو، الاتجاه الوحيد المسموح به، الاتجاه الوحيد المسموح به، تعلم الاشاره عن الاتجاه الوحيد المسموح به، اقول له فيرو. يبقى برضه تعرف ان سواء كان برافيزو دي ديريسيوني اوبليجاتوريو ديسترا او سينيسترا، الاثنين عباره عن الاونيكو ديريسيوني كونسنتيتو، الاتجاه الوحيد المسموح به، اقول له فيرو. بعد كده عندي ايه السينيال والفجراتو اون سينيال دي اوبليجو، برضه زي ما انا قلت لك، قال لك اوبليجو تقول له فيرو، قال لك بريسكريسيوني تقول له فيرو، يبقى صح العباره الاشاره الممثله عباره عن اشاره اجبار فيرو. بعد كده عندي رقم 9، الاشاره السينيال الفجراتو بيو اسري انتجراتو كون ام بانيلي كي انديكا لا ديستانسا دي البونتي ان كوا فالي الاوبليجو. يبقى هنا زي ما انا قلت لك ان سواء كان برافيزو دي ديريسيونو اوبليجاتوريو سينيسترا او ديسترا، الاثنين بيجوا معاهم لافته اضافيه بانيلي انتجراتيف اللي هو 320 متر او 3.8 كيلو متر، الاثنين دول عباره عن ديستانسا، المسافه اللي باقيه على الوصول الى الانعطاف يمينا او الانعطاف يسارا. يبقى يمكن ان تضاف لافتات للاشاره الممثله لتحديد المسافه التي تبدا عندها الاجباري، يعني بيقول لك بعد 380 او 320 متر في عندك هنا ديريسيون اوبليجاتوريو ديسترا، او بعد 3.8 كيلو متر في عندي ديريسيون اوبليجاتوريو اسين. تمام كده؟ يبقى البانيل انتجراتيف دي تاخد بالك منه ان هو بيجي مع الاوبلوج ده، او الاشاره الديفيرتو المنع او اشاره الخطر، بيبقى موجوده تحتها البانيل انتجراتيف اللي هو 320 متر او 3 كيلو متر 3.8 كيلو متر. تمام. بعد كده 10، السينيال الرفجراتو بروتشيدر السينيال دي ديريسيوني اوبليجاتوريو اديسترا، ده عباره عن الاشاره اللي معايا ديت عباره بتسبق الاشاره الممثله علامه الاتجاه الاجباري على اليمين، دي عباره عن اتجاه اجباري ديريسيوني اوبليجاتوريو اديسترا، ايوه دي سينيال دي ديريسيوني اوبليجاتوريو اديسترا فيرو، اتجاه اجباري على اليمين اهو ديسترا. وبص برضو، ما بص برضو ناحيه الصوره، اشوف الصوره على اليمين ولا على الشمال، علشان دي تفرق في الصح والغلط. الغلط بيبقى الاختلاف بس، ان هو بدل ما يجيب لك الكلمه الصحيحه اللي مربوطه مع الصوره بيعكسها لك، بدل ما يكتب لك اوبليجاتوريو اديسترا يقول لك مثلا عشان يلخبطك يقول لك اوبليجاتوريو اسينسترا، انت على طول بتشوف الاشاره وبتقوم قايل على طول فيرو من غير ما تتاكد من الكلام اللي تحت الصوره اذا كان مطابق مع الصوره ولا مش مطابق. تمام، تاخد بالك من الحته دي. 11، السينيال الفيجراتو برونوتشا كي نون كونسنتيتو بيرسيجويري دريتو، تعلم الإشارة الممثلة الاستمرار في نفس الاتجاه، نون كونسنتيتو بيرسيجويري دريتو، قلت لك ديت أيضا مرتبطة مع الاتنين سواء كان على اليمين أو على الشمال، الإشارتين الاتنين يمشوا معاهم السؤال ده، نقول له على طول فيرو، نون كونسنتيتو بيرسيجويري دريتو. وبقول تاني ركز وخد بالك من كلمة نون، لأن لو شال لك نون وقال لك كونسنتيتو بيرسيجويري دريتو على طول بتقول له فالسو، لكن كلمة نون يعني جاب لك السؤال بصيغه النفي هتقول له فيرو. ندخل على السؤال اللي بعد كده، رقم 12، السينيال الفجراتو برونوتشا كي نون كونسنتيتو سفولتاري سينسترا، سفولتاري سينسترا، تعلم الاشاره الممثله عن منع الانعطاف يسار، ممنوع الانعطاف يسارا. بص كده شوف ده فين حته الانعطاف ده، ناحيه ايه؟ ناحيه اليمين. يعني ايه ناحيه اليمين؟ يعني بيمنعك انك تنعطف ناحيه الشمال، يبقى فيرو، نون كونسنتيتو سفولتاري سينسترا، اقول له فيرو. تمام يا جماعه كده. ندخل على السؤال رقم 13،
السنيال انفجاراتو البوست بريمادول انكروتشو. وقلت ديت مع ان السؤال ده بسيط وسهل، الى انه بيوقع كتير من الناس، بيوقع كتير من الناس في الامتحانات، وممكن يجي بالصوره ده هوت. وانا عن نفسي شفته اكتر من مره موجود في نماذج الامتحانات، الناس اللي راحت عملت امتحانات جالها السؤال ده هوت، ورغم ذلك برضه حلوه غلط. ليه؟ لان ما خدش باله من كلمه بريمادول انكروتشو. لو قال لك السنيال انفجاراتو بوستو بريمادول انكروتشو، على طول انت قلت على طول ايه؟ فالسو. ليه يا جماعه؟ لان هنا بريمادول انكروتشو بيجي قبل التقاطع. انت بتفكر ان هو الاشاره موجوده بعد التقاطع، لا، قبل التقاطع بيعرفك ان في انعطاف ناحيه اليمين او ناحيه اليسار، يبقى فيرو. يبقى تاخد بالك ان الاشاره دهيت بتيجي بريما ديلين كروتشو، احفظها كده، بريما ديلين كروتشو، خلاف كده تبقى فالسو. ندخل على السؤال اللي بعد كده، رقم 14. السينيال فيجراتو اون سينيال دو اوبليجو. وقلت لك السؤال ده جاي على المحملين الاثنين مع الصوتين الاثنين، جاي مره مع برافيزو دي ديريسيون اوبليجاتوريو اديسترا، ويجي مره ايضا مع سينيال برافيزو دي اوبليجاتوريو سينسترا. بيجي مع سينسترا وبيجي مع ديسترا، اقول في كلتا الحالات فيرو. تعلم الاشاره الممثله عن اشاره اجبار، اقول له فيرو. بعد كده عندي السينيال فيجراتو برونوتشا كي نون كونسنتيتو بيرسيجوير دريتو، بيرسيجوير دريتو. برضه بنكرر تاني، سواء كان على اليمين برافيزو دو اوبليجاتوريو اديسترا او برافيزو دو اوبليجاتوريو اسينسترا، الاثنين نون كونسنتيتو بيرسيجوير دريتو، تقول له فير. يبقى تعلم الاشاره الممثله عن عدم السماح بالاستمرار في نفس الاتجاه، عدم السماح على الاستمرار في نفس الاتجاه، اقول له فير. بعد كده عندي السؤال رقم 16، السينيال الفجراتو برونوتشا كي نون كونسنتيتو سفولتاري اديسترا. الاشاره ده يا جماعه تعلم الاشاره او تمنع الاشاره انعطاف ناحيه اليمين، تمنع الاشاره الانعطاف ناحيه اليمين. ابص اشوف الاشاره هي دي راحت ناحيه ايه؟ الشمال، انعطاف ناحيه الشمال، اذا بتمنع اليمين، اقول له فيرو. نون كونسنتيتو سفولتاري اديسترا، اقول له فيرو. بعد كده عندي سينيال فيجراتو بوست بريما دي لانكروتشو، نفس اللي فات بالظبط، بس قلت لك بيغير الاشاره، بدل بيجيب لك الاولانيه اللي هي برافيزو دي ديريسيون اوبليجاتوريو اديسترا، جاب لك في المره دي برافيزو دي اوبليجاتوريو اسينسترا. يبقى ناخد بالنا ان هي ما تفرقش معانا سواء كان اديسترا او سينسترا، الاثنين موجودين بريما دي لانكروتشو، الاثنين نون كونسنتيتو بيرسيجويري دريتو. تفرق بس ان في واحد نون كونسنتيتو سفولتاري اديسترا والتاني نون كونسنتيتو سفولتاري اسينسترا، فقط لا غير. بعد كده السينيال فيجراتو بريتشيدريون سينيال دريسيوني اوبليجاتوري واسينسترا، اتجاه اجباري ناحيه الشمال، اتجاه اجباري ناحيه الشمال، اهو الاشاره ناحيه الشمال، الانعطاف ناحيه الشمال اجباري، اقول له فيرو. اقول له ايه؟ فيرو. يبقى لو جاب لي الصوره ديت قال لي سينيال ديريسيون اوبليجاتوريو سينسترا، اقول له فيرو، لكن لو شال كلمه سينسترا وحط ديسترا اقول له فالسو. يبقى هي بقول لك تبص للكلام برضه وتبص لاتجاه السهم تشوفه مكتوب صح ولا مش صح. بعد كده السينيال الفجراتو اون سينيال دو اوبليج، السينيال الفجراتو اون سينيال دو اوبليج، تعبر الاشاره عن اشاره اجبار، او الاشاره اللي قدام حضرتك ديت اشاره اجبار، اقول له ايوه. السينيال عباره عن اون سينيال دي اوبليجو فيرو، اون سينيال دي بريسكريسيوني فيرو، مع اختلاف الاشاره سواء كانت على اليمين او على اليسار، الاثنين بيبقوا صح. بعد كده عند ال 20 السينيال الفيجراتو اون سينيال دي بريسكريسيوني، طبعا برضو بريسكريسيوني زي ما انا قلت لك لو جت على اليمين او على اليسار صح. يبقى في عندي الاربع اسئله متكررين، بس اتنين جايين فيهم السينيال الفيجراتو اون سينيال دي اوبليجو، جايه مره على ديريسيون اوبليجاتوريو ديسترا ومره ديريسيون اوبليجاتوريو سينسترا. السينيال الفيجراتو اون سينيال دي بريسكريسيوني جايه مره مع جايه مره مع ديريسيون اوبليجاتوريو ديسترا وجايه مره مع ديريسيون اوبليجاتوريو اسينسترا. يبقى ما تاخدش ما تخافش، والاثنين زي بعضهم، بس الاختلاف مع اليمين او اليسار بس، والاربعه على طول اجابتهم فيرو. 21 السينيال الفيجراتو برافيزو دي اوبليجو دي سفولتاري اسينسترا، الاوبليجو سفولتاري اسينسترا، الاوبليجو سفولتاري اسينسترا، اقول له فيرو. السينيالي تعلم الاشاره الممثله عن وجوب الانعطاف او ضروره الانعطاف ناحيه اليسار، فيرو. انعطاف ناحيه اليسار، اقول له ايه؟
فيرو. بعد كده 22 سينيالو فيجراتو بريتشيدر انكروتشو ان كوا نون كونسنتيتو برسيجوير دريتو او جيراري اديسترا. الاشاره الممثله تسبق الاشاره الممثله التقاطعات التي يمنع فيها الاستمرار في نفس الاتجاه او الانعطاف يمينا. هنا الانعطاف يمينا بتمنعه، ايوه الانعطاف يمينا بتمنعه لانها بتسمح بس بالانعطاف يسارا والاستمرار في نفس الاتجاه وبتمنع الانعطاف ناحيه اليمين، يبقى اقول له ايه؟ فيرو. نون كونسنتيتو برسيجوري ديتو، لا تسمح لك بالاستمرار في نفس الاتجاه وفي نفس الوقت لا تسمح لك بالانعطاف او منك تلف ناحيه الديسترا اليمين، اقول له فيرو لان ديت برسيجوري نون كونسنتيتو برسيجوري دريتو او جيراري اديسترا فيرو. لكن لو قال لك ديسترا وحولها لسينسترا بوظت السؤال تبقى فالس. يبقى السؤال اللي معانا رقم 22 هيبقى ايه يا جماعه؟ فيرو. يبقى ايه؟ فيرو. بعد كده عندي سيناريو فيجراتو برينوتش الاوبليج ديسفولتاري سينسترا لابريما لابروسومون كروتشو. لابروسومون كروتشو يعني تعلم الاشاره الممثله عن اجباريه الانعطاف يسارا عند التقاطع المقبل. التقاطع اللي جاي هيبقى قبلك تحويله او انعطاف على اليسار، اقول له فيرو. لابروسومون كروتشو يعني بعد التقاطع هيقابلك التقاطع اللي جاي، يعني معناتها ان الاشاره موجوده قبل التقاطع، يبقى فيرو. يبقى ايه؟ فيرو. الاشاره تعلم الاشاره الممثله عن اجباريه الانعطاف يسارا عند التقاطع المقبل. التقاطع المقبل اقول له فيرو. بعد كده عند 24 سنيال فيجراتو بريتشيدر ان كروتشو او الاوبليجاتوريو سفولتاري اسينس. الاوبليجاتوريو سفولتاري اديسترا يعني الاشاره الممثله تسبق الاشاره الممثله التقاطعات التي يفرض فيها الانعطاف ناحيه اليسار، ايوه دي بتسبق التقاطعات. بريتشيدر انكروتش يعني بتسبق التقاطعات. وهنا الاوبليجاتوريو سفولتاري اسينسترا ابص للسهم التقاه صح، اوبليجاتوريو سفولتاري اديسترا يبقى فيرو. بعد كده عندي سينيال فيجراتو اون سينيال برافيزو دي ديريسيوني اوبليجاتوريو، تعلم اشاره ممثله عن اجباريه السير في احد الاتجاهات. ديريسيوني اوبليجاتوريو، دي ديريسيوني اوبليجاتوريو يعني اتجاه اجباري، ايوه اتجاه اجباري ناحيه الشمال اليسار سينسترا، اقول له فيرو. هو ما جابليش هنا سينسترا ولا ديسترا ولكن قال لي برافيزو دي ديريسيوني اوبليجاتوريو اتجاه اجباري، اقول له فيرو. اتجاه اجباري اقول له ايه؟ فيرو. بعد كده عندي سينيال فيجراتو برينوتشا الاونيكو ديريسيوني كونسنتيتو، تعلم الاشاره الممثله عن الاتجاه الوحيد المسموح به، طبعا فيرو لان زي ما انا قلت لك سواء كان برافيزو دي ديريسيوني اوبليجاتوري ديسترا او برافيزو دي ديريسيوني سينسترا الاثنين عباره عن برينوتشا الاونيكو ديريسيوني كونسنتيتو الاتجاه الوحيد المسموح به. كده يكون احنا خلصنا الاسئله اللي معانا، وزي ما انا قلت لحضراتكم هنرفع لكم الملف ان شاء الله فورا فورا بعد ما نرفعه على القناة على اليوتيوب. وده جميع الأسئلة الخاصة بالتقاطع أو برافيزو دو أوبليجاتوريو ديسترا أو سينيسترا سواء كانت الإجابة الصحيحة، والأسئلة الخاطئة برضه هتلتقاها موجودة إن شاء الله بين إيدك في الملف اللي هيترفع إن شاء الله فور نزول الفيديو على اليوتيوب. شكرا لحضراتكم على حسن الاستماع، حتى ألقاكم في درس جديد من دروس سلسلة المقارنات دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. لكم مني خالص المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.